السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. فيديو اليوم دائما في سلسلة دروس الرياضيات بالنسبة للمستوى الخامس، النجاح في الرياضيات. إذا درسنا اليوم يتعلق بالأعداد الكسرية 3، توحيد المقامات ومقارنة. إذا سنتعرف على كيفية توحيد مقامات عددين كسريين أو مجموعة من الأعداد الكسرية، وكيفية ترتيب ومقارنة عددين كسريين. إذن أولا سأنطلق بدراسة وضعيتين، الوضعية رقم 1 والوضعية رقم 2. إذا الوضعية رقم 1 جزأنا القرص دي، لأن القرص دي هو هذا، إلى أجزاء قابلتين للتطابق، يعني أجزاء متقايسة، أجزاء قابلتين للتطابق بثلاث طرق مختلفة كما هو مبين في الرسم. إذا جبنا واحد القرص وقسمناه في كل مرة على أجزاء مختلفة، يعني هنا مثلا تم تجزئه إلى 8 أجزاء، هنا فقط إلى 4، وهنا إلى جزئان. فإذا لاحظ بأن هنا ماذا يمثل اللون الأحمر في القرص الأول؟ إذا كما تلاحظون بأن اللون الأحمر يمثل جزئان، أما بالنسبة للون الأخضر فإنه يمثل 4 أجزاء. بالنسبة للشكل الثاني، اللون الأحمر يمثل فقط جزء واحد من 4 أجزاء، وهنا اللون الأخضر يمثل جزء واحد من جزئين. إذا ألف ألاحظ الأشكال وأعبر عن مساحة كل جزء ملون بالعدد الكسري الذي يناسبه، يعني سألاحظ هذه الأشكال بذات اليوم ثم سأكتب العدد الكسري المناسب في كل حال. إذا هنا مثلا هنا السهم موجه إلى اللون الأحمر في الشكل الأول، إذا هي 2، إذا جزئان من ماذا؟ جزئان من 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا جزئان من 8 أجزاء، جزئان من 8 أجزاء، إذا 2 على 8 أو نقول 2 من 8. نلاحظ اللون الأحمر في الشكل الثاني، لاحظ جزء واحد من ماذا؟ جزء واحد من 4، إذا 1 على 4، إذا جزء واحد من 4. لاحظ عندنا هذا السين هذا بأنه متساوي، 1 على 4 تساوي 2 على 8. سنلاحظ وسنكتشف العلاقة ما بين 1 على 4 و 2 على 8. إذا هنا نلاحظ اللون الأخضر ماذا يمثل؟ إذا 1 2 3 4، إذا 4 أجزاء من 8 أجزاء، إذا 4 على 8، 4 على 8. وهنا ماذا يمثل الجزء الأخضر؟ 1 على 2، إذا 1 على 2 يساوي 4 على 8. إذا كيف ذلك؟ ب أتم، إذا سأتم هذه المتساويات. إذا لدينا 1 على 2 يساوي عدد على 8، إذا سنضرب 1 على 2 في نفس العدد للحصول على عدد على 8. إذا لاحظ ما كيف يمكن للانتقال من 2 إلى 8، من 2 إلى 8 باش نمشي من 2 ل 8، في كم سأضرب 2 للحصول على 8؟ إذا سأضرب 2، 2 في ماذا؟ 2 في 2 يساوي 4، 2 في 3 يساوي 6، 2 في 4 يساوي 8، إذا سأضرب 2 في 4 للحصول، سأضرب في 4 للحصول على 8، إذا ضربنا المقام في 4 كذلك البسط سأضربه في 4، إذا 1 في 4 يساوي 4. يساوي 4، إذا هنا لدينا متساوية، قمنا بضرب 1 على 2 في 4، البسط ضربناه في 4 والمقام كذلك ضربناه في 4 للحصول على 4 على 8. إذا هي المتساوية هذه اللي قلنا بالنسبة لماذا يمثل اللون الأخضر في الشكلين 1 و 3. بالنسبة للمتساوية الثانية، إذا 1 على 4 تساوي عدد على 8، 1 على 4 يساوي عدد على 8، إذا في كم سأضرب 4 للحصول على 8؟ إذا 4 في 1 يساوي 4، 4 في 2 يساوي 8، إذا سأضرب 4 في 2، كذلك 1 سأضربه في 2، 1 سأضربه في 2، إذا ضربنا 4 في 2 يساوي 8، 1 في 2 يساوي 2. إذا هنايا نكون حصلنا على 1 على 4 يساوي 2 على 8 انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من ضرب 1 على 4 في العدد 2، ضربنا البسط والمقام في 2، إذا بهذا حصلنا على
إذا الأولى 1/4 تساوي ماذا؟ تساوي 2/8. جيم، سؤال جيم، قارن العددين 1/4 و1/2. كيف سأقارن 1/4 و1/2؟ إذا سأقارن هذين العددين بتوحيد المقام. إذا قلنا بأن لماذا لو تيتخ عندنا توحيد المقام هي الأولى عند المقارنة. إذا يعني ماذا؟ يعني لمقارنة العددين الكسريين لابد لي من توحيد المقام ثم عاد المقارنة، ماشي المقارنة عاد توحيد المقام. باش نقارن واحد عددين كسريين خصني نوحد المقام عاد نقارنهم. يعني خصني يكون عندي مقامين موحدة. إذا بالنسبة لواحد على أربعة وواحد على اثنان، إذا هنا كما تلاحظون المقام الموحد كما تلاحظون نحصل عليه بماذا؟ نحصل عليه بضرب المقامين، مقام في المقام، كنحصلوا على المقام الموحد بضرب المقام في المقام. هنا عندنا 2 و4، إذا المقام الموحد هو 8، غنضربوا 2 في 4. إذا هنا هكذا سنحصل على و، إذا هنا 2 ضربتها في ماذا؟ في 4 باش نحصل على 8، هي هذه، هاي 2 ضربتها في 4 وحصلت على 8، و4 في كم ضربتها للحصول على 8؟ ضربتها في 2. إذا هذه 4 ضربتها في 2، 4 ضربتها في 2. إذا هنايا إذا ضربنا 2 في 4 كذلك الباص سأضربه في 4، إذا الباص هو واحد، هو واحد نعم، إذا واحد ضربته في 4، وهنا هنا المقام ضربته في 2 كذلك الباص سأضربه في 2، إذا واحد سأضربه في 2. إذا هنا سنحصل على ماذا؟ إذا هنا سنحصل، انتبهوا معايا هنايا، إذا هنا سنحصل، إذا 1 في 4 تساوي 4، 2 في 4 تساوي 8، و هنا 1 في 2 يساوي 2، هنا 4 في 2 يساوي 8، 8 عفوا. إذا هنا غادي نحصلوا على عددين كسريين لهما نفس المقام، يعني المقام موحد، ما معنى موحد؟ يعني أنه نفس المقام. إذا كان نفس المقام نقارن بسطي العددين. إذا باش نقارن أنا نقول أنه 4 على 8 مثلا أكبر من 2 على 8، أو 2 على 8 أصغر من 4 على 8، أو أكبر من 4 على 8، إذا يجب أن أقارن بسطيهما. إذا أكتب 4 على 8، وهنا أكتب 2 على 8. إذا ما هو الرمز الذي سأستعمله؟ إذا هو رمز الأكبر. لماذا؟ لأن هنا مثلا 4، إذا هنا 4 على 8 أكبر من 2 على 8، لماذا؟ لأن 4، لأنها 4 هذه اللي كاينة في البسط أكبر من 2 هذه اللي كاينة في البسط ديال العدد الكسري التالي. إذا هنا تعرفنا على توحيد المقام، توحيد المقام، إذا كيف أوحد مقامي عددين كسريين؟ بضرب مقاميهما، المقام في المقام. ننظر الآن إلى الوضعية الثانية. لاحظ الوضعية الثانية. الوضعية الثانية باعتبار الشريط R وحدة لقياس الأطوال. إذا الشريط R هو شريط R وحدة لقياس الأطوال. باش نعرفوا يعني الطول يعني نعتمدوا على هذا الشريط R. ألف، ألاحظ الرسم وأتم. إذا هذه الرسوم أن 1 2 3 4. إذا هي رسوم اعتمدنا على الشريط R في رسمها، يعني رسمناهم باعتماد على الشريط R، يعني قد هذا الشريط R، قد هذا الرسم هذا، قد هذا، قد هذا، قد هذا، إلى غير ذلك. إذا هنا أولا سأتم، إذا سأتم بماذا؟ سأتم، إذا سأكتب ماذا يمثل كل من اللونين الأحمر والأخضر في الأشكال المبينة. إذا ماذا يمثل اللون الأحمر في الشكل الأول؟ لاحظ جزء واحد من ماذا؟ من 3 أجزاء. إذا 1/3 أو 1 من 3، إذن يمثل 1 من 3 أو 1/3. لاحظ هنا الجزء الملون بالأحمر كم لدي من جزء؟ إذا لدي جزءان ملونان بالأحمر، 1 2. إذا 2 على ماذا؟ 2، 1 2 3 4 5 6، إذا 2/6 أو 2 من 6 هكذا. إذن وكما تلاحظون أن الجزئان متساويان هنايا، هنا واخا هنا 1/3 يعني 1 من 3، وهنا 2/6، لكن هذا الجزء هذا كما تلاحظون هو قد هذا فقط، هذا التحتاني مقسم، ده الجزء الأول مقسم إلى جزئان متقايسان. نمر إلى اللون الأخضر.
أمر إلى اللون الأخضر. إذا هنا الشكل التالي، إذا ثلاثة من ماذا؟ ثلاثة من ست. ثلاثة، إذا ثلاث أجزاء ملونة بالأخضر من ماذا؟ من ستة، أو ثلاثة على ست. هنا لدي فقط جزء واحد ملون من جزئين، إذا واحد على اثنين. إذا الآن كنكون درت السؤال الأول، لاحظت ثم قمت بكتابة العدد المناسب في كل فراغ. ب السؤال الثاني وتم. إذا غادي نكمل بنفس الطريقة ديال هذه المتساويات، المتساويات اللي شفناها في الوضعية الأولى، بنفس الطريقة سأقوم بإتمام الوضعية الثانية. إذا لاحظ، واحد على ثلاثة يساوي عدد على ستة. إذا لاحظوا كيف سأنتقل من ثلاثة إلى ستة. إذا دائما باش ننتقل من هنا لهنا خصني نضرب، وباش ننتقل من هنا لهنا خصني نقسم. إذا هنايا ثلاثة فين غنضربها باش نحصل على ستة؟ ثلاثة في ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة، ثلاثة في اثنان يساوي ستة. إذا ثلاثة غنضربها في ماذا؟ أننا نضرب في اثنان للحصول على ستة. كذلك الباص سأضربه في اثنان، إذا واحد في اثنان يساوي اثنان، أصبح لي اثنان على ستة. إذا هاي واحد على ثلاثة تساوي اثنان على ستة. إذا هذا الجزء الأحمر. ننظر الآن إلى الجزء الأخضر. إذا هنا واحد على اثنان تساوي ماذا؟ عدد على ستة. إذا كيف سأنطلق من اثنان والحصول على ستة؟ إذا في كم سأضرب اثنان للحصول على ثلاثة؟ إذا اثنان في واحد يساوي اثنان، اثنان في اثنان يساوي أربعة، اثنان في ثلاثة يساوي ستة. إذا اثنان سأضربها في ثلاثة للحصول على ستة. كذلك واحد سأضربه في ثلاثة. إذا دائما إذا ضربت البسط، إذا ضربت المقام في واحد العدد، حتى البسط خصني نضربه في واحد نفس العدد. واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة، إذا هي ثلاثة على ستة، ما هي واحد على اثنان يساوي ثلاثة على ستة. إذا الآن سأقوم بمقارنة، نفس الشيء، نفس السؤال الجيم هنا، كذلك سأضيفه، رغم أنه ما كاينش في السؤال. كما تلاحظون أن اثنان، إذا هنا إذا بغيت أن نقارن واحد على ثلاثة، أقارن واحد على ثلاثة مع واحد على اثنين. كيف سأقارن واحد على ثلاثة مع واحد على اثنين؟ لاحظ كم تساوي واحد على ثلاثة؟ واحد على ثلاثة تساوي اثنان على ستة. وكم تساوي واحد على اثنين؟ واحد على اثنين تساوي ثلاثة على ستة. ده نفس الشيء هنا، ده حصلنا على المقام الموحد الذي هو ستة. ده المقامان موحدة. لاحظ هنا ثلاثة على ستة، هنا اثنان على ستة. إذا ثلاثة على ستة أكبر من اثنان على ستة. لماذا؟ لأن ثلاثة أكبر من اثنان. ثلاثة وماذا؟ هو بسط العدد الأول ثلاثة على ستة، واثنان هو ماذا؟ هو بسط العدد الأول 2 على 6. إذا 3 على 6 أكبر من 2 على 6. إذا وكنكون تعرفنا على كيفية توحيد المقام ومقارنة عددين. إذا كيفاش يمكن لي أن نقارن واحد عددين كسريين ونقول هذا الكبير وهذا الصغير؟ ذلك بتوحيد مقاميهما. وحد مقامي ديال هاد العددين ثم ماذا؟ ثم أقارن العددين، أكبرهما بسطا هو العدد الأكبر، وأصغرهما بسطا هو العدد الأصغر. مفهوم؟ إذا الآن غادي نمر إلى تمرين تطبيقي، سنطبق ما تعلمناه في الوضعية الأولى والوضعية التالية. إذا الآن سنطبق ما تعلمناه خلال درس توحيد المقامات والمقارنة في إنجاز التمرين التطبيقي التالي. إذا أكتب كل عددين مما يلي على شكل عددين كسريين لهما نفس المقام ثم قارنهم. إذا غنكتب هاد العددين على شكل عددين لهما نفس المقام، يعني السؤال هو وحد مقامات الأعداد التالية. إذا هاد الأعداد سأوحد مقامها. إذا أولا سأبدأ بواحد على خمسة واثنان على سبعة، هما عددان كسريان لهما مقامان مختلفان. إذا هنا خمسة وهنا سبعة.
إذا كيف أوحد المقام؟ قلنا بضرب المقامين، إذا 5 سأضربها في 7 لكي أحصل على المقام الموحد، إذا 7 في 5 أو 5 في 7 يساوي 35. إذا هنا كندير هكا 5 في 7، وهنا شنو درت؟ 7 في 5. إذا في كم ضربنا 5؟ ضربناها في 7، إذا واحد كذلك 4 سأضربه في 7. هنا في كم ضربت 7؟ ضربتها في 5، إذا كذلك 2 سأضربها في 5. أو بسيط، 5 في 7 كم يساوي؟ يساوي 35، إذا 35 هو المقام الموحد، كذلك هنا 7 في 5 يساوي 35، إذا المقام الموحد هو 35. إذا هنا 1 في 7 يساوي 7، و2 في 5 يساوي 10. إذا هنا سأقارن العددان، إذا كيف سأقارن؟ إذا هنا نكتب 7 على 35، وهنا 10 على 35، إذا بالنسبة للمقام هما مقامان موحدان، إذا كنقارن البسطين، أكبرهما بسطا هو العدد الأكبر، وأصغرهما بسطا هو العدد الأصغر، هكذا. من 10 على 35 أكبر من 7 على 35، لماذا؟ لأن ماذا؟ لأن 10 أكبر من 7، مفهوم؟ نمر الآن إلى العددين التاليين، إذا هنا لدي 2 على 5 وهنا لدي 3 على 10، لاحظ، إذا هنا يجب الإشارة إلى مسألة مهمة جدا. إذا هنا لدينا 10 وهنا 5، لاحظ 10 و5، إذا 10 يمكن قسمته على 2 والحصول على 5، و5 يمكن ضربها في 2 والحصول على 10، يعني 10 يعتبر مضاعف ل5، و5 يعتبر قاسم للعدد 10، إذا هنا في هذه الحالة أحتفظ بالعدد الأكبر هو المقام الموحد، يعني فين هو العدد الأكبر؟ هنا 5 هنا 10، فين هو عدد المقام الأكبر؟ هو 10، إذن هذا كنحتفظ به، ما كنقيسوش كاع، إذن هنا نكتب 3 على 10، و إذن هنا وأقول في كم سأضرب 5 للحصول على 10؟ لكي أحصل على مقام واحد، 5 سأضربها في ماذا؟ في 2، إذا ضربنا المقام في 2 كذلك البسط سأضربه في 2، إذن 2 سأضربها في 2، إذن هكذا، إذن هذه قلنا ما كنقيسوهاش 3 على 10. إذن هنا 2 في 2 تساوي 4، 5 في 2 تساوي 10، إذن هنا حصلنا على عددين كسريين لهما نفس المقام 10 10، إذن غنقارنهم 3 على 10 و 4 على 10، إذن هنا هو العدد الأكبر، إذن هو 4 على 10، لماذا؟ لأن 4 أكبر من 3 أو 3 أصغر من 4. ثالثا 5 على 16 و3 على 4، 5 على 16 و3 على 4، هل تلاحظون أنه توجد علاقة ما بين 16 و4؟ إذا نعم، يمكننا الحصول على 16 انطلاقا من 4 بضرب 4 في 4 والحصول على 16، ويمكننا الانطلاق من 16 والحصول على 4 بقسمة 16 على 4. إذا هنا كما درنا هنايا احتفظ بالمقام الأكبر، إذا المقام الموحد هو 16، إذا سأحتفظ ب 5 على 16، سأكتبها هكذا 5 على 16، و إذا هنا 3 على 4، إذا نقول لكي أحصل على المقام الموحد هنا 16 في كم سأضرب 4؟ إذا 4 سأضربها في 4، لأن 4 في 4 تساوي 16، كذلك المبسط سأضربها في 4، إذا هنا هذه نخليها هي 5 على 16، وهنا 3 في 4 يساوي 12، و 4 في 4 يساوي 16، إذا هنا أقارن العددين، هنا كنكون حصلت على عددين كسريين لهما نفس المقام، إذا 5 على 16، وهنا 12 على 16. في هذه الحالة شكون العدد الكبير؟ العدد الأكبر هو 12 على 16، لماذا؟ لأن 12 أكبر من 5، لأن 12 أكبر من 5، لأن حصل على عددين كسريين لهما نفس المقام وقارن بسطيهما، البسط الأكبر هو أكبر عدد. إذا الآن كنكون كملت درس الأعداد الكسرية رقم 3، توحيد المقامات والمقارنة.
إذن وتعرفنا على أهمية توحيد المقامات من أجل مقارنة عددين كسريين. إذن ألقاكم في فيديوهات جديدة. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.